موعدنا مكمل معكم أعزائي المشاهدين، وضيفتي بالفقرة الأولى جوانا حسون، نجمة رياضة السرعة، بطلة سباق الرالي. أهلا وسهلا فيك، ميرسي كتير. بشرفنا اليوم حضورك معنا، وبدنا نجرب قد ما فينا نستفيد أكيد من هذا اللقاء وناخد معلومات عن سباق الرالي وعن البطولات اللي شاركتي فيها يلي نحن بنفتخر فيك، وأكيد رفعت اسم لبنان بالعالي. جوانا حسون، انت اول صبيه بتمارس رياضه الرالي بلبنان، مظبوط. وبلشت بعمر 9 سنين. كانت هوايتك السباحه، كنت بمكان اخر مختلف يس، مجال الهوايات، انتقلت للكارتينج. كيف كانت رده فعل اهلك لما عرفوا ان انت حابه تفوتي بهذا المجال؟ بعمر صغير، بعمر 9 سنين، حبيتي تمارسي هيدي الهواية، كيف كانت ردة فعلهم؟ هل شجعوك أو عارضوك؟ هلا بي تشجع، لانه انا اصلا من انا وصغيره يعني بجو السيارات وهيك، لانه بي عنده جراج، كنت انزل حب اتفرج كيف بيشتغل وهيك، بس هو ما كان يخليني اكيد. فهو ابن رفيقه لبي كان يعمل، ومره طلعنا تفرجنا وحبيت الفكره وحبيت جرب. صاحب البيت ستوب كارتينج هو علمني وقال لي انه اذا بحب جرب وهيك، فقلت له انه ايه. هلا صرت انا كل احد روح، وبيي كان صار تشجع اكثر مني يتفرج وهيك، تعفتنا بالبطولات، وهو كمان كان يضل يعني كان احلى شيء عنده يتفرج علي عم السوق، وكان يترك شغله وكل شيء كل من يجي يتفرج علي. نعم. من الكارتينج انتقلت ل سيارة الرالي، عم يس بتشاركي، صرت بسباقات الرالي، صار لك أكثر من سنة تقريبا، ما هيك؟ بدي أشوف شو الفرق. جوانا حسون، شو حست بفرق بين سباقات الكارتينج وسباقات الرالي؟ هل أصعب أو بالعكس يمكن صرت تسيطر أكثر يمكن على السيارة؟ شو هلا التغير اللي حسيتي؟ الكارتينج هي بتحضرني للرالي كتراجكتوار وكيف مفروض اخد السيارة وهيك، بس هي كمان بتفرق لانه الرالي سيارة كبيرة، والكارتينج هو سبق يعني مع عالم بتسابق معهم على التراك، بس الرالي ضد الوقت وما بسابق عالم مع الطريق، يعني بسابق وقتي ووقت غيري. نعم. يس، وانا هلا لهالسنة يعني تصير عمري 18 رح بلش اول رالي لالي، رالي لبنان، وقبل كنت اعمل كروس كار. هي كمان بتحضرني للرالي وقريبة اكتر للرالي، بس كمان في تحضرني للسينجل سيتر للفورمولا 4، وهي اصغر، بس كتنقل من الكارتينج لإلها للرالي بعدين اكيد كتير حضرتني، لانه قريبة كانت للكارتينج وقريبة كانت للرالي. للرالي. يس بشهر ديسمبر جوانا شاركت ببطولة العالم بالكارتينج، يس ويلي كان بالبحرين، وهذا أول مرة بتشارك ببطولة عالمية. خبرينا شوي كيف كانت الأجواء. كان في يمكن 300 مشارك مثل ما أنا مظبوط. عرفت، وأنت كنت من القلائل، يعني ما كان في كتير صبايا مشاركين يس بالبطولة. يعني خبرينا نحن شوي هيك عن الأجواء وعن الحدث اللي صار. يعني نحن كنا 4 بنات بالفئة تبعي، وكنا 72 واحد. هلا أول مرة أنا بشارك بـ International Race برات لبنان، حسيت بفرق كتير كبير. أنا وصلت لهونيك أصلا مأخرة، كان مفروض أتمرن يعني مثل غيري، بس تأخرت الفيزا من هيك تأخرنا لنروح، فكان كل العالم مرنة أكتر مني وهيك، وطلعت يعني أنا بالنص يعني مع أبطال عالم. أنا جبت 40 من 72 واحد. واو، كثير حلو. يس ايه، ويعني كجو هيك كانت اكسبيرينس كتير حلوة، ويعني كتير حب ارجع اجربها، بس انه كمان البادجت ما بيساعدنا. كان عندك سفرة على فرنسا، بتخيل كنت تشاركي بكارتينج بفرنسا، مزبوط. هل كمان السبب الأوضاع يمكن بلبنان اللي عم يس بتصير هي الأوضاع، كانت عائق قدام السفرة لهونيك؟ يس يعني نحن هلا عم نتحرر لرالي لبنان نعم. وبتكلف كتير هي، فكان المفروض انا اسافر. يعني هي بتشبه بطولة العالم، بس انه حيالله واحد فيه يشارك فيها، نعم. فكان بدنا نروح، بس البادجت يعني اكيد ما ساعدنا المصاري، وما كنت عم بقدر الاقي سبونسر ليساعدني لروح. احنا هون اكيد
يعني مفروض الوزارات كمان المعنية حد يكون في وزارة عم توقف ورا الشباب خلف مظبوط الصبايا كمان تساعد. عم نحكي عن أول صبية عم بتمارس رالي بلبنان، أكيد كلنا لازم نكون حدها وكلنا لازم نكون داعمينها، أفراد وجمعيات وأكيد كدولة لازم نكون كلنا حدك وراك، لأنك عن جد عم ترفع اسم لبنان بالعالم، مظبوط ونحن مبسوطين مبسوطين باللي عم تعمليه وعم نتابع. أنا شخصيا عم تابع وأكيد في كتار من المشاهدين اللي ناطرينك اليوم كمان عم بتابعوا يلي عم تعمليه، اللي عم بتحققيه هو من وراء أكيد إنجازات وتعب فردي، ولكن حلو كمان مظبوط حواليك تكون نحن كلنا نكون سندك. يا ريت قدرتي كمان تشاركي بالكارتينج فرنسا، ولكن نحن ناطرينك هلا ببطولة لبنان. خبرينا شوي متى رح تصير وكيف تحضيراتك لها؟ هو رح تصير 2 3 4 ديسمبر سبتمبر سوري. نعم وهلا انا عم بعمل تيستينج، في حدا عم بيعلمني يعني، واكيد كو بيلوت كمان بدنا نجرب يعني انا وياها نتفاهم تنقدر نكون مرتاحين اتنيناتنا سوا نحن عم نسوق، لانه هي اكيد بتكون واثقه فيي وحتى كل التراست تبعها فيي، وانا كمان بدي احط بدي اوثق فيها لانه كمان هي بتقلي كيف بدي اروح الطريق مثل جوجل مابس يعني، هي المرشد تقريبا. يس نعم و يعني مفروض نتمرن اكتر وهيك، بس كمان الاوضاع ما بتسامح. كم مرة بالاسبوع تتمرني جوالنا اذا ما في بطولات؟ خلينا نحكي بصورة عادية اعتبري، برجع بعدين نسألك اذا في بطولات. اذا ما في بطولة كم مرة بالاسبوع تتمرني؟ وين الموقع؟ في مكان معين تتمرني فيه؟ هلا انا كنت بتمرن مرتين بالجمعة كارتينج، واوقات بنطلع يعني مرة بالجمعتين تستينج، بس تستينج يعني هي بتصير يا طريق مسكرة يا على بي ار بي ام كارتينج على التراك. نعم ونحن اكيد هلا لرالي لبنان ما فينا نتمرن على التراك، بدنا هلا وين نتمرن عم على بيصير الطريق. تمرين للبطولة؟ هنا بالرالي لبنان في ستيجات، كل وحدة بتكون بمنطقة يعني طريق، فنحن هونيك بنتمرن يعني في بجبل لبنان وفي هون فوق حملايه زبوها و اوكي، يعني هيدي يس الطرقات اللي رح تصير عليها البطولة يس بيسمحوا للمشاركين انه يتمرنوا عليها، مظبوط. وساعة اللي بدك عندك اكسس اكيد على هيدي الطريق يعني فيكم تروحوا ايه عليها بس مفروض نسكرها قبل يعني كرمال الخطر يعني اذا حدا جاي ويسايق على الطريق. يس اوكي. في شي وزن معين لازم تضلك محافظة عليه مثل بقية الرياضات العادية اللي تتمارس؟ يعني برياضة الرالي في وزن معين لازم تحافظ عليه ولا لا ما خص؟ الرالي لا، اذا لا بس اذا عم تحكي فورمولا او كارتينج ايه اكيد كارتينج بدها تحافظ على وزن يس. معين. يعني هو كل ما تكون اخف كل ما تكون اسرع، بس كمان نحن مفروض يعني 160 كيلو ممنوع ننزل تحته نحن والسيارة، بس انه كل ما تكون وزنك اكتر كل ما تكون سرعتك اخف وبتبطئ يعني، فنحن مجبورين يكون عندنا وزن معين يعني لإلي انا وضلني فيه. اوكي، يعني بتكوني عم بتتابعي ريجيم غذائي معين يس تقدر تمارسي الرياضة؟ مجبورة كمان على داين يعني، وعلى طول مفروض اعمل سبور واتمرن وما مفروض السبور يوقف. خبرتينا عن مشاركتك بالبطولة العالمية اللي صارت، قلتي لنا انه كمان نسبة المشاركة حتى على الصعيد العالم مش عم نحكي بس لبنان، لبنان انت الوحيدة اللي بتمارس رياضة الرالي كصبية، حتى على الصعيد العالمي وعربي كمان النساء مشاركة النساء بهيدي الرياضة أقل بكتير من مشاركة الرجال، وحتى مظبوط بالفورمولا 1 بتخيل ما في ولا امرأة، يمكن النساء وصلوا للفورمولا 3 بتخيل؟ يس. صح. هلا من زمان كان في وحدة شاركت بجراند بري فورمولا 1، بس بعد غيرها ما حدا اجا. و يعني انا بلاقي انه الموتور سبور هي اكتر انه الرجال عم بيعملوها، وانه هي ما مفروض يعني كل العالم اصلا بتقول انه هيدي للرجال والبنات بالموتور سبور ما الن لانه عازة. هيدي نظره الناس، كان بدي اسالك عنها انه كيف الناس بتنظر لموضوع مثلا مشاركتك بالراليات، هل عم بيشجعوك الناس اللي حواليك؟ مش عم بحكي اهلك يعني نطاق ضيق، عم بحكي اصدقائك الناس اللي بيتعرفوا على جوانا حصون لاول مره انه هي الصبيه اللي عم بتكون عم بتنافس الشباب بالرالي، مظبوط وعم بتكون عم
يعني عم تربحي ميداليات ومقابلك في شباب، يعني منا هينة عن جد. مزبوط. هلا هن رفقاتي اكيد بيشجعوني والحواليه كمان بيشجعوني، بس انه اللي انا بسوق ضدهم ما بتقبلوا الفكره يعني. انه يخسر قدام صبية يمكن مزبوط. بلاقوها. ويعني هو انا ما مفروض احكي يعني، بس هو نحنا من انا وصغير يعني، انا لي 9 سنين بالموتور سبور، لبعد 4 سنين لا في حدا مسؤول بالاتسائل عن الموتور سبور يعني اللي عارف انه في بنت بتعمل من بعد 4 سنين، والعالم ما بتحكي عني ابدا يعني بالموتور سبور وما بيدووا علي، وهذا الشيء انه ثقيل يعني، لانه برا بيعطوا اهميه للبنت للمرأة وبيجربوا. صح. مزبوط. وبيجربوا قد ما فيهم يبينوها برا، وانا هون يعني ما حدا في بيعرف فيي. تعتيم، ايه نعم. وبرا هذا كمان. مجتمعنا الذكوري اللي عايشين فيه، دائما مزبوط. الرجل هو اللي بيكون ناجح يعتبر بالرياضات كلها، والمرأة حتى حيالها رياضة تانية كمان، في دور تهميش للمرأة بمجال الأعمال، بحيالها كمان مجال مظبوط. عمل. هذا مشكلة، مشكلة كبيرة، إنه نحن كنساء يعني بنكون عم نتمتع بقدرات، مثلك انت متمتع بقدرات كبيره، نحن حاطين طموحاتنا وحاطين امالنا فيك عن جد تقدري توصلي للفورمولا 1. بتمنى تكون هاي إن شاء امنيتك الله. وحلمك إيه كمان، أكيد. مثل ما هو حلمنا نحن انه تمثلي لبنان بهذه البطولات. هذا مشكله كبيره، مشكله المجتمعات الذكوريه اللي احنا عايشين مظبوط. فيها، واكيد انت عانيتي منها. وبس وبعدني بس قد وقدود، قد وقدود، وعم شنو؟ بتبين على الأرض من خلال البطولات اللي عم تربحيها يس. ومشاركاتك يلي عن جد فيها هيك مميزة. بدي أحضر فيديو معك عن إحدى مشاركاتك بالسباقات. كروس كار. يس. شو حلوة هاللحظة، لحظة التكليل تعبك يس. وجهودك بجائزة. جوانا حسون، نجمة رياضة السرعة بلبنان، الصبية اللي لفتت أنظار كل الأشخاص اللي بتابعوا سباق الرالي، وخاصة النساء اللي كلنا حاطين أملنا فيك. في هيك سؤال بحب أختم فيه وهو أساسي وجوهري، شو حلم جوانا حسون بمجال الرياضة؟ وين تتخيلي حالك بعدين بهذه الرياضة؟ وين بدك توصلي؟ أنا بدي أوصل أكيد للفورمولا 1، وهذا حلم من أنا وصغيرة، وبي قد ما فيه عم يدعمني، بس أكيد الأوضاع يعني البادجت كتير كبير ونحن مش قادرين عليه بلا سبونسر، فقد ما في أنا عم جرب أشتغل إنه أجيب سبونسر لأقدر بلش أول شي بالفورمولا 4 اللي هي بتكلف $250,000 اف يس بالسنة، وفورمولا 3 بعدين بتصير اهين المصاري، بيكون صار عنا سبونسرز من ورا الفورمولا 4 وهيك لنوصل للفورمولا 2 بنلش على الفورمولا 1 يس. 2 وال 1 بصير بتخيل هن ايه هنا بتفاول يدفعوا لك، يعني يس.
بالبداية بالفورمولا 4 وفورمولا 3 أكيد بدك حدا يكون حدك، لازم يكون في سبونسر أكيد تقدري توصلي وتحققي الحلم، حلمك وحلمنا نحن يس كلبنانيين، إنه يكون في صبية لبنانية عم بتمثلنا بهالبطولة. عن جد إن شاء الله هيك يا رب تقدري أكيد تحققي حلمك وتحققي لنا حلمنا. ميرسي كتير. جوانا حسون، أنا بدي أشكرك لحضورك معنا اليوم، الحوار كان الوقت مرق بسرعة وما حسينا فيه. بدي أكيد هيك إن شاء الله يا رب نقدر نستضيفك من بعد بطولة الرالي، وإن شاء الله تتكللي بجايزة، ونحن حاطين أكيد أملنا فيك، وربنا يكون معك ويقويك ميرسي كتير. وتضلك ماشية على هالطريق الحلوة اللي رسمتيها لإلك. ميرسي كتير. أعزائي المشاهدين، بدنا نتوقف دقايق قليلة للإعلان، أكيد من بعدها بدنا نكفي حلقتنا لليوم.